بهدف تقديم المعلومات وأحدثها لتغطية كافة المواقع الأثرية بالمحافظة، أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع البعثة الهنغارية العاملة في قلعة المرقب معرض للصور التوثيقية بعنوان المكتشفات الأثرية في طرطوس. يأتي هذا المعرض على سور حديقة المتحف، أي بأنه باستطاع أي مواطن في مدينة طرطوس أو زائر لمدينة طرطوس أن يرى أهمية المكتشفات الأثرية، وأيضا أن يرى ما حدث في التراث الثقافي السوري خلال الحرب على سوريا. هناك مجموعة من المواقع الأثرية دمرت، هناك مجموعة من القطع الأثرية سرقت، فكان هناك استهداف ممنهج للأسف الشديد إلى التراث الثقافي السوري. رافق المعرض ندوة علمية بعنوان طرطوس من خلال المكتشفات الأثرية بحضور باحثين ومهتمين، بالإضافة لمعرض كتب لبيع منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف. هي عودة من جديد لهذه الأنشطة التي كانت تجري وبكثافة قبل الحرب، عودة نتمنى أن تستمر طبعا، أتت في إطار برنامج وزارة الثقافة وتوجهات وزارة الثقافة في نشر التراث وتوثيقه والتعريف به، طبعا بالمشاركة مع المجتمع المحلي، لأن المجتمع الأهلي المجتمع المحلي السوريين مالكين لهذا التراث، هم أصحاب هذا التراث. تأتي هذه النشاطات للتعريف وإيصال كافة المعلومات عن آثار محافظة طرطوس وتاريخها العريق.